in Arabic language باللغة العربية شركة الدرة بابلون هي وكيل شركة نيدز اليابانية. شركة نيدز اليابانية هذا النيو فريم الجديد من شركة نيدز اليابانية يختلف عن الفريمات السابقة اللوكس السابقة. هذا باينوكيولر لوك. هنا اللوك هذا أول ملاحظة هو بريزماتيك مو غاليليان، فالفيلد راح يكون السنتر والبريفري يعني الأطراف والمركز مال الرؤية واضح، بخلاف الغاليليان اللي هو يكون بس السنتر واضح والبريفري مو واضح. هذا 4x ويوجد منه 6x تكبير. هنا تحدد الانتر بيوبيلاري ديستانس حسب كل انسان، المسافة بين العينين تختلف، المفروض كل طبيب يعرف ايش قد الانتر بيوبيلاري ديستانس مالته. هنا الفوكسينج فاين فوكسينج للتوضيح. الفرق هذا الفريم هذا مو تيتانيوم فراح يكون اخف وزنا، فيستعمل للاطباء مثل الاسنان الكسور اللي يلبسه لفتره طويله. السبب هو انه ما راح يكون على الانف الارتكاز، راح يكون الارتكاز على الفورهيد وعلى الانف وعلى الاطراف هنا، وخفيف فما راح يشكل ثقل على راس الطبيب. ينشد لهذا اللوك الضوء مالته، هذا الضوء LED وليس هالوجين. ايضا تغيير اللي صار في شركة نيدز هنا، هذا الشاحن للضوء من نانا شغل الضوء، وتستطيع تزيد الانتنسيتي قوة الإضاءة أقوى تزيد وتقل. مربوط هنا يشده بالحزام، عفوا بالحزام يستطيع يشده الطبيب، ومن هنا هذا ينشد بالقميص للطبيب فيقدر يشده ويطفي ويشغل الإضاءة عندما يكمل. نفس هذا اختلاف عن النوع السابق، نفسه راح يحط الشاحن المنضدي ومجرد يربطه ويعوفه على الشحن، يعني ماكو داعي جهاز ثاني يحط به البطاريات ويشحنها على الكهرباء. كمل شحن، اها هذا الشاحن رأسا هو شاحن، هو نفسه راح ينشد بالحزام. بالنسبة ايضا لللوب راح يجي به هنا نحن ما مخليه، راح يكون به للرأس عصابة شداد للرأس بحيث ما يتحرك عندما يلبسه. هنا سفنج يجي معاه للأنف مطاط او تغيير، وهذا طبعا يصعد وينزل على حسب الانف يعني الانسان بحيث حسب ما يلائمه. اللوب هنا فرضا الطبيب شغل الجهاز، فرضا يريد فقط الضوء فراح يرفع اللوب للفوق يبقي ضوء، فرضا لا يريد اللوب وما يريد الضوء فيرفع الضوء لفوق ويبقي اللوب على مكان العملية، فرضا يريد يرفعهم ثيناتهم فيرفعهم ثيناتهم. فعدة 3 options، سواء الضوء يغيره اللوب يغيره وسواء ثيناتهم يرفعهم. الضوء LED راح يعطي 55,000 ساعة استخدام. المواد الاحتياطية اللي تجي ويا اللوب راح تجي ويا أكريليك توضع للحماية كي مثل الأسنان على مود لا يصير يدخل بعين الطبيب شيء. هاي تنظيف، هاي شدادة للرأس درنتيسات، وهنا للأنف هذه القطعة أيضا احتياطية للأنف أروح من هاي القطعة، كل واحد وحسب ارتفاع الأنف اللي عنده. هذا الجهاز من شركة نيدز النيو فريم.
من شركة نيدز اليابانية دكتور رغيد الزهيري شركة الدرة.